نصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان يفاجئ العالم والملايين ويقترب من الإعلان عن ضم نجم مغربي كبير إلى صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان. تفاصيل قوية جدا 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 أعلنتها اليوم صحيفة ليكيب الفرنسية. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت بأن نادي باريس سان جيرمان حاليا على بعد خطوة واحدة من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع سفيان إمرابط النجم المغربي ونجم نادي فيورنتينا الإيطالي، بعدما كان إمرابط كل الصحف تؤكد أنه قريب جدا من برشلونة أو أتلتيكو مدريد، ولكن باريس سان جيرمان حسم كل شيء خلال الفترة الماضية مع فيورنتينا بدفع مطالب فيورنتينا ألا وهي 45 مليون يورو. سفيان إمرابط لاعب كبير جدا، إضافة عظيمة جدا لباريس سان جيرمان، وأيضا ناصر الخليفي أخيرا يعرف جيدا أن مهما يمتلك من أسماء سواء ميسي، نيمار، مبابي، رونالدو، ليفاندوفسكي، هترجع هنري، هترجع يعني لو مين هترجع مين من الاعتزال، لازم يبقى عندك خط وسط دفاعي يحمي اللعيبه دي علشان تقدر تفوز بالبطولات. ومش اي خط وسط، ده خط وسط دفاعي مرتكز تقيل، افضل لاعب في مركزي سفيان إمرابط.